شاركت اليوم رفقة رئيس المجلس الرئاسي أعمال مؤتمر باريس بشأن ليبيا بحضور عدد من الدول الشقيقة والصديقة، والذي يهدف إلى دعم الجهود الدولية وتوحيد مواقفها لإجراء الانتخابات واحترام نتائجها ودعم الجهود الاستقرار والسلام في بلادنا. هذه الجهود التي شهدت محطات ومخرجات مهمة مثل مؤتمر برلين الأول والثاني وقرارات مجلس الأمن المعنيين بالخصوص. وهنا نشير إلى مؤتمر استقرار ليبيا الذي عقد في أكتوبر الماضي بطرابلس، والذي يعتبر نقطة فاصلة في تاريخ حكومة الوحدة الوطنية، والذي ساهم في رئاسة هذا المؤتمر من قبلنا وهو أجر أساس له. أكدنا خلال الجلسة على نقاط هامة وهامة جدا من شأنها أن تضمن إجراءات الانتخابات في ظروف مناسبة وجيدة، وهي أولا حث الأجسام التشريعية على تعديل قانون الانتخابات ليكون توافقيا ويحقق العدالة والشمولية وتكافؤ الفرص. ثانيا ضرورة تزامن الانتخابات البرلمانية والرئاسية وفق جدول واضح وبين لكل الشعب الليبي. ثالثا ضمان إجراءات انتخاب دون خروقات من خلال دعمها سياسيا ومراقبتها دوليا. البند الرابع وهو البند المهم وضع ضمانات حقيقية لقبول نتائج هذه الانتخابات وفرض عقوبات على المعرقلين والرافضين لهذه النتائج. في هذا اللقاء المهم والذي نشكر كل الحاضرين من خلاله، أشدنا بجهود لجنة العشرة والتزامنا بتقديم كل الدعم لهذه اللجنة في كل مساعيها. كما أكدنا ونؤكد بأن إجراءات الانتخابات في موعدها يعد استحقاقا وطنيا وهدفا تاريخيا، ولن ندخر جهدا في تحقيق هذا الإنجاز المهم. بعون الله سنعمل جميعا إلى تحقيق مزيد من الاستقرار والسلام وفق المبادئ التي تم الإعلان عنها في 21 أكتوبر بطرابلس خلال مؤتمر دعم الاستقرار. أكرر لك سيد الرئيس الشكر ودولة فرنسا على الاستضافة وحسن الاستقبال، وكل الدول التي دعمتنا في موقفنا لتحرير بلدنا من هذه القيود والقفز بها إلى مصاف الدول العالمية سواء سياسيا واقتصاديا. شكراً.